السلام عليكم. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد أسابيع من تعويضه بمبلغ 6 ملايين جنيه من محمد رمضان. توفى قبل قليل الطيار أشرف أبو اليسر بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة بعد تدهور حالته الصحية. والطيار أشرف أبو اليسر هو صاحب أزمة الفنان محمد رمضان والتي فصل على أثرها. ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من قضاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها محمد رمضان. الطيار أشرف أبو اليسر توفى بعد فترة صغيرة جدا من حكم المحكمة ليه أن هو ياخد 6 ملايين جنيه من محمد رمضان. فيعني هو ناضل وتعب وحارب في القضاء علشان خاطر يحصل على هذا المبلغ كتعويض أدبي وتعويض مادي. يمكن كل التعب دوت يعني هيجي في الآخر، يعني مش هيروح برضه، هيروح للورثة برضه يعني، وهو ربنا يغفر له ويتقبله. يعني توفى في رمضان وفي أيام مفترجة، وربنا يغفر له ويرحمه ويرحمنا ويرحم جميع موتى المسلمين.